اسمي ربا احمد عبد الرحمن الدويكات، عمري هو 22 عام، من مواليد عام 1987، من المملكه الاردنيه الهاشميه، ووظيفتي الان هي صيدلانيه. الحاله الاجتماعيه عزباء. من اجمل المصادفات اللي كانت في حياتي، وبعتبرها نوع من الفخر، راح اذكر هاي المصادفه، هو حصولي على هدفي الاول وحصولي على مزاولة المهنة من وزارة الصحة بنفس اليوم اللي تقدمت فيه للجنة التحكيم في مسابقة شاعر المليون في أثناء جولتها في المملكة الأردنية الهاشمية. انتظاري 4 مواسم متتالية، على الرغم من أنه هذا الأمر كان بيشكل لي صراع، لأني أنا بحب الشعر ومتعلقة جدا في أعظم برنامج جماهيري شهده الشعر النبطي للآن. انتظاري كان بسبب دراستي، لأنه فترة الدراسة كانت للصيدلة هي 5 سنوات. اختبارات المئة وإجراءها بأول مرة في مسابقة شاعر المليون يعني خلق شعور بالرضا من اللجنة إنه رح تكون منصفة وعادلة في انتقائها لقائمة 48. أول إنسانة خبرتها هي والدتي، اللي بوجه لها تحية مملوءة بالحب والتقدير والاحترام. كنت بتمنى إنه أحقق الهدف اللي هي بتنتظره وإنه ما أخيب ظنهم. كل الشعر والشوق يناكم متابعينا وين ما كنتوا، رحبوا وياي بخامس نجوم الليلة بشاعرتنا رقم 15-14 من الأردن. رحبوا معاي بربا الدويكات. مساء الخير لجميع المتواجدين معنا في مسرح شاطئ الراحة. اسمحوا لي أرحب بسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وبجميع الحضور المتواجدين معنا في المسرح، وكذلك أن أحيي لجنة التحكيم أساتذتي والوفد الصيدلاني البهي وهذه الأبيات الثلاثة إذا سمحت بها لجنة التحكيم إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك نصيرة المرأة. أقول شمس أشرقت من بين كل الفضاءات، شمس أشرقت من بين كل الفضاءات، الشيخة هلي بالتميز لها لون، يا فاطمة مبارك يا أم الإمارات حتى قصيدي من ضيافتك ممنون. يا فاطمة مبارك يا أم الإمارات حتى قصيدي من ضيافتك ممنون، يما الشيوخ ولا أقوله دعايات وانت الثريا المزهرة بعالي الكون. سؤال أم الإمارات وبيض الله ويك يا ربا. تفضلي يا ربا، الجمهور يترياج واللجنة بعد يتريونك. تسلم حياك. قصيدة اليوم بعنوان من قلب مجروح. تقول اللي سمت عن كل عايب لها في قمة العليا رغايب، أنا اللي ما لمز فيني غريمي بعيد الدار أو قاص القرايب، أنا اللي ما لمز فيني غريمي بعيد الدار أو قاص القرايب، مشيت بنور في ليل تعسعس، دحرت بليس عن مشهاه خايب، سحايب هالفكر هلت بردها على روض غدا زرع خصايب، ألا لني دعيت القاف جتني جزيلات أهرضا ولا غصايب، ألا لني دعيت القاف جتني جزيلات أهرضا ولا غصايب، وإذا ما بداي عمان الهواشم في ذكري ديرتي راس الوجايب.
وإذا ما بداي عمان الهواشم فذكري ديرتي راس الوجايب بها عبد الله الثاني فخرها شريف البيت ومعز الطنايب بها عبد الله الثاني فخرها شريف البيت ومعز الطنايب من آل البيت سيدنا تسلسل حرار تعتلي شم الجذايب من آل البيت سيدنا تسلسل حرار تعتلي شم الجذايب وإذا ما قلت أبو ظبي العذية ذكرت اللي حضر لو كان غايب وإذا ما قلت أبو ظبي العذية ذكرت اللي حضر لو كان غايب ذكرت الشيخ زايد في يمين حماها يوم شدات العصايب ذكرت الشيخ زايد في يمينه حماها يوم شدات العصايب فوحد شملها وحما حماها بعقل راجح وبشور صايب فوحد شملها وحما حماها بعقل راجح وبشور صايب وأنصف شعبه وحنى عليه كما ظل على الحيد الترايب محال معقب الصيد النوادر محال معقب الصيد النوادر يقال انه قضى تحت المصايب لا والله في جيعتنا بزايد تقاصر عقبه دونها عطب النوايب ألا والله في جيعتنا بزايد تقاصر دونها عطب النوايب لعل اللي يسير الكون بمره وعلى ما راد تنساق الهبايب شآبيب من الرحمات تنزل على روحه كما هل السحايب لعل اللي يسير الكون بمره على ما راد تنساق الهبايب شآبيب من الرحمات تنزل على روحه كما هل السحايب على نهج السلف واصل خليفة رفيع الشان هو خير الوهايب على نهج السلف واصل خليفة رفيع الشان هو خير الوهايب فدام الغيث من مزنه تهامل شكت من ذلها السود الجدايب فدام الغيث من مزنه تهامل شكت من ذلها السود الجدايب ولا بغداد حثيت النجيبه معاليق الحشا فيها اللهايب فبغداد الرشيد تئن ثكلى وتشكو القدس حرات المصايب فبغداد الرشيد تئن ثكلى وتشكو القدس حرات المصايب ترد القدس شكواها بشكوى الأقصى يحتر الكور النجايب الأقصى يا هل النخوات دنس الأقصى يا هل النخوات دنس بدت في وجهها الطاهر ندايب الأقصى يا هل النخوات دنس بدت في وجهها الطاهر ندايب متى تصحى العروبة من وسنها تعيد العز بل بيض الحدايب متى تصحى العروبة من وسنها تعيد العز بل بيض الحدايب سلامتكم